الحين تركي ضد فورغ. تركي فورغس لوزرز سيمي. وعند لوزر كوارتر. ايوه عند الجهه الثانيه عراش مع ملوخيه. بس ملوخيه اتوقع بيرتاح الحين. يا بريك اي ملوخيه. تبغى انت تبدل تعليق ولا اعطي خبر ولا نكمل؟ لا لا هو بريك له بالليل. طبعا هذه مباراة خالصة من الرياض. دي اي ابغى ارجع ستيج بس اموت الصوب الثاني. قاعد ينكت الحين هو. اي اوكي ضحكنا. ها 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 شكرا سيف. قال نكتة خرافية قاعد اضحكوا عليها قبل ما ضحكنا عشانه. وش ليت بغد؟ اوكي عندنا اللوزرز كوارتر دي اس اس مع دي كي. طبعا توكي ايش قال لي؟ قال دي اس اس اول ذا واي. قال لي تعرف انا مليت، انا كل مره اروح اخسر واحاول على دي اس اس، بروح على دي اس اس من البدايه. خلاص طبعا قال له على طول دي كي ديتس. قال لي طبعا لا جانن ديتس جانن. سوري جانن يا ولا لانه المره اللي قبلها كانت دي كي ديتس احل. هو بغي يموت. بغيت اسقل ستوب. ابير نايس دي اي قصدي اير دوج. نايس مع السلامة. فافو قاعد توكي قاعد ياخذ زي اس اس لانها كويس ضد عزوز، لانها كويس ضد الكاركترز حقتها حقت فورغ عشان كذا اختار. طرق السك بسرعة. كاونتر بيتش كاونتر بيتش. احنا يبينا نختار كاونتر بيتش زي اس اس ضد ضد عبد العزيز. اي هذا كاونتر بيتش ضد عزيز مو ضد. خلاص نجرب عليها انت نسب له. والله لازم نصير كذا. مع السلامة. حيموت؟ لا لسه. كم عدي اي؟ خلك عني. انا اقول عصبية والله. لا احترام. ها and that's it. Oh my god. على طول سوى الكمباك بالزيرو تو ديث. يس. واحد صفر لتوكي. لان غالبا يا زياد غالبا يختار مارث ولا اي كاركتر كذا تعب له باك مان حقه. ترى قالك قاعد يشجعك عبد العزيز. يزيد يشجعك. ترى هذا حط توكي الحين بعد يشجعك اثنين. يقول لك ذات واز فاست. جيم 2 تاون سيتي. طبعا تاون سيتي كويس الاثنين فهم اثنين هم يبغون يلعبون تاون سيتي. يا بيعلق عليها. اتوقع انها نشوف ست كلها تاون سيتي. نعتمد. وش شلون شلون ايش ممكن يكون هايب اكثر لو عبد العزيز طلع مثلا يتدرب على بيكاتشو برا اون سايد وكذا فجاه كذا يلعب بيكاتشو يفوز على توكي. بس ليش يلعب بيكاتشو؟ لان بيكاتشو اسوء ماتش في الزرزوت. لا انا قصدي على عزوز ليش يلعب بيكاتشو؟ ما ادري كذا يعني كذا شيء كذا غريب كذا توست خرافي ولا اوليم والله شيء كذا غبي. انا ذاك عمر هذا اشياء غبيه عند عمر دائما. سلام 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 عبي. بس انه نايس قد ركبر والله. هاي سلام نايس بكى. فورم ايش الفورم هذا من جاي؟ طبعا هذا الماتش يعني كل اسبوع عندنا في الرياض الظاهر نشوفه. يا كل جراند فاينل عندنا في الرياض. ايه اذا مو جراند فاينل قبل يعني ونص فاينل. فما الناس الجايين من جده والجمهور قاعد يتفرج معه ايش قاعد يصير فهمت لي وش هذا؟ احنا عادي اصلا عارفين. لا جديد. ايوه. كلهم اوه زيرو سوت؟ كيف اخذ زيرو سوت احنا؟ نايس. كلنا ندري ادعس. خذ لك ابي حب ابي حبيبي نشوفك في دريم لاند. ايش رايك؟ بس شفت النكته اللي قلتها انا بس ما حد درى عنها. نشوفك في دريم لاند في ارض الاحلام يعني. ها احسن من نكت سيف على الاقل. سلام على الجاب. طبعا فريم 1 جاب وبب. اعتقد قراب الحين حيخلص الجيم لو قصدي حياخذ السوك صدق. يا اوف
اعتقد طلع من ديك دونك بيسنس باك ثرو. لا والله عايش. اوه حلو الريد يا عمي. روح بيتكم اصطح بين ناموسك يا لما انت طقها طع مات. ابير 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 ذاتس ات ريفرس اب بي نايس 2-0. نكت يا احسن من نكتك النفسية. من هذا؟ هذا العيد؟ لا هذا مارتش، هذا السيف. انا عارف يا عمي. احنا ما سألناهم من يبغون كوشز، هم اصلا كوشز حقين باب. انت تحتاج كوشز، احنا ما نحتاج. اوه عارف بدي اشغل اغنية بوكيمون ليج كذا. حماس. سلام. جاب ولا طبعا خشوا. هل تشارجرد ممكن يكون اختلاف؟ اعتقد تشارجرد. انا ما شفت ال شو اسمه ذا توب 8 لوزر سايد اللي بين عبد العزيز وخالد. ايش لعب ضد خالد؟ عبد العزيز اسمعني وال يا عمل ايش؟ لعب ضد خالد. ضد خالد العلي ايش لعب فيه عبد العزيز؟ او فورم ما لعب تشارجرد صح ولا ديكي؟ يا تشارجرد بعدين في جيم واحد قرر يختار ديكي هو كان الجيم الاخير. ايه الصراحه ديكي في ذاك الستيج مره تعب كلاود. ايه اوكي دان ثرو الى ايش؟ الى فير. لا ما جت فير. سوى دوج وقت كويس. اوي احرق. ما يعور. شلون ضربت؟ ما ضربت. شلون ما ضربت اقصد اسف. ما يعور. اوكي سوبر ارمر فاير ابو سوبر ارمر بويز ترى معلمي ما فيها سوبر ارمر باتشر. باتشر اوه لمس الطرف جزمتها. تعال هنا وش بيه مو بين هناك ابثرو. لا باك ثرو. اوبا كذا ابيات وشيط بس. يس حلوه ممتازه مره. كان مره اجريسيف توكي. باشر عمي نقص 14 بضربه واحده خير. اوكي ما صدق معاه. سلام حلو يا اخي. السويت سبوت حقت ذيل تشيرزر مره 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 قويه. تشيرزر عنيف مره. باكان حقته يمكن اقوى من حقت زياسس اللي كانت في السويت سبوت. يس اقوى شيء في الحياه. طبعا كلها ولا الدشتاك اللي امس بغيت تذبح حق سكاي واريور من الصفر. هذيك كانت الهايلايت البطوله كلها. فيلم رعب والله. فيلم رعب قسم بالله. انا خلاص خفت. افقع اوبا افقع اوه اوكي على حسب. اوكي مضمون هذه. وتانت وعطاك تانت بالمسدس. العب فيك لعب. تن 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 لا 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 بام 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 بام. انا قاعد اغني. انا اسف بس الميوزك حلو يا اخي. احرق ترجع. هذه فرصتك يا شريزا. اوه ليش كل هذه فرصتك والله شريزا. حسيت يا عيني هذه تذبح. اي تذبح طبعا. تذبح نايس. 2-1. هذه فرصتك يا شريزارد واستغليتها صح. بام 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 بام. اللي اطلع من السنين غصب. مصمم انت راسك. ايه شوف انا هنا. سيا نفس الكاركترز نفس الستيج. ايش يغيرون؟ يعني دزيز اخيرا لقى كاركتر يفوز فيه بالماتش هذا. و توكي كان ممكن يسويها بكومبو واحد. جيم متعادل لسه. تونا باقي لسه نسخن نحمي نحط شويه زي اساس على الفحم.
وات انت تحتاج زي اساس وعندك زر زرد قديش كبره؟ هذا وهو قاعد يشوف. اوكي سلام حبيب. اوه ريفرس امبي بس ادي هاي ادي هاي ولسه فوق بس. ايش نرجع مرة ثانية؟ ايش نعيد؟ اه والله بغت. بغى سلام بغى ينزل 50 مرحلة. This is Charizard. لا بدي اشتكى من Charizard. سلام حلوة. نايس. اوه عنيف زي اساس ما في نطة. اعتقد ان فامر كان باقي عندنا نطة. وين نطة فامر؟ اسوي عشان جنب الظاهر انتحر. احرق. اوه شوف سبورته. شفت شفت حق Charizard نصابة. ترى الباكير حقك تذبح الحين بال سويت سبوت. اوه طبعا الاب اب سمعت حق Charizard فيها بروبرتي غريب ما ادري وش بالضبط. احيانا ما تسبك الضربه الثانيه من الضربه الاولى بس فيها الموضوع فيها موضوع غريب. تمام خس وجهه. ابقى بلونه ضرب بلونه في الطريق افجر راسه. وك سماش ادرا ابيت. عليك حلو الريد للرول الحين عند ريج. او اصبر اصبر سمثينج ايش صراحه جيدي صراحه جيم حلو. زي اس اس سوت الشغل المطلوب بالضبط كالعاده. يا يعني أمانة زي أسحب غطي كل شخصيات فوق. والله أقول لك يا أمانة يعني الحل الوحيد فوق توكي يصير يخش كلاود. توكي ما يلعب زي أساسا إلا ضد زيز بس كيف تعرف كاونتر بيك للشخص نفسه مو بالشخصية. الحل يخش كلاود مثلا كلاود ولا روزا. ياس